رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي دكتور طارق الادور الناقد الرياضي والمعلق الرياضي الكبير. مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي، وعايز بس ابدا كلامي بتقديم العزاء لزميلنا العزيز كابتن محمد السباعي، حقيقه الله يرحمه، الصديق والاخ العزيز جدا، اللي يمكن احنا تزاملنا في دي ام سي فتره سنتين تقريبا، كنا يوميا بشكل يومي مع بعض، والحقيقه الشخصيات اللي كانت جميله جدا، شخص كان متفائل جدا وبيحب الحياه، بيحب الناس اللي حواليه، متواضع جدا. يعني انا لو كنت متابع من امبارح للنهارده الناس على السوشيال ميديا عاملين مظاهره في حبه بالظبط. يمكن كابتن محمد السباعي اي حد كان بيتعامل معاه بصراحه كان بيشكر فيه، كان بيحبه، كنت تحس على طول ان هو اخ، ان هو صديق من زمان، تحس ان انتوا بينكم عشره حتى لو انتوا ما تعرفوش بعض او لسه ما تعرفوش بعض. كانما في علاقه، ما فيش حد ما كتبش يعني رساء وعزاء لمحمد السباعي. وكان عجبني كلمه قوي، انا ما حطيت الرثاء بتاعي على الفيسبوك، واحد رد قال لي ايه، شوف الانسان انا لاحظته، هو ما يعرفوش بس يقول لي لاحظت كله بيكتب المحترم، لعل بقى الناس اللي بتتكلم دلوقتي تطلع تتعظ، تطلع كده يعني الناس دي. هو قال كده يعني الصديق ده، قال ايه، طب يا ترى الناس دي لما تموت حتى هيقول عنها انها محترمه؟ يعني فعلا كان احنا بنشوف نجوم يعني كانوا مكسرين الدنيا، ورجال اعمال كانوا مالي يعني مغرقين الناس فلوس ومناصب ووسايط، ومحدش بيزعل كده عليهم والله. لكن الانسان في الاخر سيره بافعاله وتصرفاته مع الناس اللي حواليه، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه، ويتولى اسرته ويلهمهم طبعا الصبر والسروان. اوحش حاجه في الموت دي اكيد الفراق. طبعا. طيب خلينا نروح بقى للنادي الاهلي، ونروح للقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي والداخليه اللي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2. دايما النتائج دلوقتي لما بيكون فيها تعادل ما بتكونش مرضيه لجمهور النادي الاهلي، وكمان بتخوفنا. هل ده معناه ان احنا بنتعطل اكتر في سعينا نحو الصداره؟ هي طبعا، هو شوفي، من الحاجات اللي هي ايه سيئه جدا، الناس قد تعتقد ان لما المباراه تتاجل فالفريق اللي مؤجل له مباريات ده هيستفيد بعد كده من سقوط الاخرين، وهو هيكمل في انه يجمع النقاط من المباراه المؤجله ليه. انما معدل التاجيل المباريات ممكن يكون لفريق وصل نهائي دوري ابطال افريقيا زي الاهلي، ممكن يكون تقريبا عند ما يخلص نهائي دوري ابطال افريقيا يكون في حدود من 4 لـ5 مباريات. ده اللي كان حتى في الاوقات التاريخيه للنادي الاهلي في عصر مانويل جوزيه، كان الاهلي بيخلص دوري ابطال افريقيا في نفس المواعيد كده تلاقي عليه 4 مباريات. كان يلعب المباريات اللي هي بتقام بشكل رسمي، اللي هي الاسابيع، مثلا احنا في الاسبوع ال 14 بيلعب الاسبوع ال 14، وبين الاسبوع ال 14 و15 يلعب واحد من المؤجلات، فبيتزنق في فتره عنده 4 مباريات، هو هيلعب 4 مباريات دول في فتره ويرجع للعدد المناسب من المباريات. انما المره دي عدد المؤجلات، احنا لما الاهلي نهى دوري ابطال افريقيا كان الدوري العام في الاسبوع 16 والاهلي كان لعب 6 مباريات، صحيح، فعليك 10. ايه بقى الضغوط اللي بتحصل في هذه الحاله؟ ضغوط حصلت من حاجتين. ضغط اول هو ان عدد المباريات كبير، ضغط تاني ان اول مباراه الاهلي بيرجعها كان لسه خارج طبعا من اخفاق من عربي دوري الابطال افريقيا والبطوله العربيه، راح خسران اول ماتش. لغايه اما الاهلي كان عنده 10 مباريات، الحساب النظري انه لو لعب نفس مباريات الزمالك يتساوى معاه. فبخساره اولانيه اتحطت الفرقه في ضغوط اللي هي ايه؟ هيكون في فرق 3 نقط. ان هيبقى فرق 3 نقط، يعني من الاول كده. فطبعا انا لسه فارق المباريات كبير، ولسه احنا بنتكلم في الاسبوع ال 18 دلوقتي، صحيح، يعني دلوقتي الاسبوع ال 18 بدايه الدور الثاني، واتلعب كمان مباراه من الاسبوع 19، كمان بقى الفرق 5 بقى 5 بقى انا لو وصلت لمباريات الزمالك يبقى الفرق 5 نقط، فدي بتزود الضغوط، صحيح. ناهيك بقى عن عنصر انا مش هتعب ان انا اذكره، مش هتعب، هو الاصابات. الاصابات اللي هي عدد ضخم جدا من الاصابات، انت بتدخلي لاعب يروح طالع 2، يعني واحد شفي ودخل في التشكيل يروح طالع 2، هذا الكم من الاصابات. شفت ازاي تصريحات لاسارتي اللي بيطالب فيها النادي الاهلي باستقدام وفد طبي عالمي يجي بطريقه دوريه كل فتره للنادي الاهلي عشان يشوف الازمات الطبيه اللي عندنا او المشاكل اللي بتحصل عندنا في الاصابات في اللعيبه؟ انا قلت الكلام ده
وفي قناة الأهلي من 3 شهور. يعني حتى قلته مع الزميل إبراهيم المنيسي مرة، وقلته مع يعني قلته في كذا حاجة داخل قناة الأهلي هنا، قلت إن لو إصابة أو إصابتين قد يكونوا بشكل طبيعي موجودين، لكن هاتيلي فرقة في العالم مش في مصر حاول لمستشفى فيها هذا الكم من الإصابات، هاتيلي فرقة في العالم مفيش. يعني أنا لو شلت من أي فرقة في العالم، من برشلونه، من ريال مدريد، من تشيلسي، من مانشستر يونايتد، من يوفنتوس، من بايرن ميونخ، من اي فرقه في العالم، شيلي منها 4 من العمود الفقري، 4 أو 5، مش هقولك 10، الاهلي ناقصه 10، لا ده 4 بس، الفرقه دي هتبقى فرقه تانية، انت هتنزلي تقولي ايه الفرقه دي، مين دول؟ صحيح. فما بالك بهذا الكم. انا قلت في اكتر من مره ومش هتعب ان انا اقول ان لازم الدراسه تكون عميقه جدا، ده فريق طبي وفريق نفسي وفريق بيبحث الملاعب اللي بيتمرن عليها اللعيبه، يشوف ردود الفعل بتاع ارضيه الملاعب، يشوفوا المجهود اللي بيعمله اللعيب بره الملعب، يشوفوا الحاله النفسيه للعيبه، يشوفوا الاحمال، يكون مسحه كمان قبل كل مباراه. يعني لو شفنا الاصابه اللي جت لحسام عاشور هنلاقي ان هو فجاه وقع في حفره، يعني هو يعني ماشي وقع في حفره فجاله التواء في الكاحل، ماشي. ما هو ليه ما بيكونش فيه مسح بقى قبل كل مباراه وللملاعب التدريب؟ ما هو ده من ضمن الاستراتيجيه اللي انا قلتها. انا ساعتها الكلام مش عايز اعيد تاني الكلام، بس قلت 7 عوامل لازم كل عامل يكون فيه شخص مسؤول يخش ان شاء الله باجر، ياخد اجر كبير جدا، بس يقعد يفصص العامل ده من فروم A تو Z زي ما بنقول، يفصصه ويشوف ايه الاسباب، 1 2 3 4 5 6 7، ال7 اسباب اللي انا قلتهم نطلع منهم بدراسه نشوف ايه الحل. لكن ان دلوقتي انا اتكلمت على المؤجلات وضغوط المؤجلات، لكن الاصابات انا لسه كنت خارج الهواء قبل ما نخش على الهواء بتكلم على ميسي، شفته في ماتش اشبيليا، قعدت اتفرج استمتعت بيه، اول ربع ساعه من المباراه جاب جول وصنع جول و2-0 لبرشلونه متقدم، وعامل شو ايه فظيع، بصيت لقيته وقع، وميسي من اللعيبه اللي لو وقع تعرف ان هو مش هيكمل. يعني زي محمد صلاح، لو محمد صلاح لما وقع محمد صلاح في نهائي اوروبا وما قامش اكتر من دقيقه، اعرف ان في نوعيه لعيبه كده، في لعيبه بتتصلبط شويه، لكن نوعيه اللعيبه دي، فاول ما ميسي وقع انا غاب دقيقه كده قلت بس ميسي مش هيكمل. طب ايه الاصابه؟ قعدت طول الليل اشوف التقرير الطبي بعد المباراه عشان اعرف هنتحرم من ميسي قد ايه، ده فاكهه في الكوره العالميه. فبصيت لقيته بيقول لك ده كسر 3 اسابيع. قلت طب كويس الحمد لله، طالما كسر 3 اسابيع، بس 3 اسابيع برضو كتير. ببص لقيت ميسي بعد 10 ايام رجع. في ايه الطب ده؟ يعني 10 ايام كسر، يعني ده الكسر ده اللي بس الواحد لما يجبس كده شويه يقعد له فيها 3 اسابيع، صح. ده بعد 10 ايام رجع، وبعدين اول مباراه هم كان الفريق الطبي بيقول 21 يوم، اول مباراه لعبها بعد 17 يوم بالظبط من الاصابه. ايه ده؟ احنا بنتكلم في رامي ربيعه سنه، تتكلم في احمد فتحي لعب نهائي الذهاب 2 نوفمبر، واحنا في اخر ديسمبر يعني شهرين اصابه عضليه. ليه بنتكلم ايه كم الاصابات؟ ايه سعد سمير يقعد 3 شهور؟ ايه ده؟ ايه كم الاصابات دي؟ انا علي معلول لاعب معانا، في لعيبه في الاهلي بتنسى ان هم بيلعبوا في الاهلي من كتر ما بنشوفهمش، ولو شفناهم بنشوفهم مره كده ضيوف وبيرجعوا يغيبوا تاني. علي معلول عنصر مؤثر جدا. راح فين علي معلول؟ انا نسيت ان في زي ما انت بتقولي، نسيت ان في لعيب اسمه علي معلول مع الاهلي. كنت ايه الاصابه العضليه اللي تقعد كل الكم الفتره دي، وبعدين يرجع واحد يخش التاني، يرجع التاني يخش التالت، يرجع وهكذا. فدي عنصر مهم جدا في ما وصل اليه. ارجع بقى للنقطه اللي انت قلتيها، فارق 5 نقاط نظريا ومن تاريخ الدوري نقدر نقول ان هي كثيرا ما عوض الاهلي هذا الفارق. صحيح. ولكن المهم في الامر ان 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 نعالج الاسباب، القصور دي تعالج، لان برضو الدوري خلي بالك لما بيخلص بدري ما بيبقاش ممتع. يعني السنه اللي فاتت الاهلي خلص الدوري امتى؟ قبلها بست اسابيع. قبلها 6 اسابيع كامله، وكانوا ال6 اسابيع دول في شهرين، يعني شهرين كان خلاص ما فيش دوري بقى، خلصنا من الدوري. السنه اللي قبلها نفس الكلام، اما كان الاهلي والمقصه، والمقصه بعد شويه فخلاص اتحسم الموقف قبلها بكتير قوي. فبرضه الدوري عشان يبقى سخن لازم يكون فيه منافسه زي كل المواسم اللي كان فيها الاهلي والزمالك قريبين، الاهلي والاسماعيلي قريبين، الزمالك واي فرقه تانية، يعني دايما بتبقى اكثر قوه. لكن النادي الاهلي عشان يتجاوز هذه الازمه بدايه لازم باقي المباريات لا يفقد المزيد من النقاط. صحيح. بل دايما ايه شعار اي فرقه عايزه تنافس على بطوله؟ يقول لك ايه؟ انا اللي عليا اعمل ايه؟ اكسب، ثم نمرة 2 انتظر بقى سقوط الاخرين، لكن اللي عليا انا بص قدامي بكسب.
مش باصص لحد، انا باصص اللي انا بكسب. ده حقيقي. فهي دي اللي افقدت النادي الاهلي الفارق اللي حصل. صحيح. طيب لو اتكلمنا برضو فنيا عن لقاء امبارح، شفت ايه سبب سوء الاداء في الشوط الثاني؟ سبب سوء الاداء عده عوامل، بس انا هحط بترتيبهم كده. نمره واحد، الحالة الدفاعية الهشة اللي عليها دفاع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. دي إيه؟ بتحط النادي الأهلي في موقف مواقف صعبة. إن يعني أنا بتكلم إن مثلا حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا كان الأهلي متعادل لغاية الدقيقة الوقت بدل الضايع للشوط الأول. جول جه في الدقيقة 47 الدقيقة الثانية قلب موازين اللقاء. فأنا بالنسبة لي خطأ دفاعي بعد تقدم الأهلي 1-0 بأهداف أحمد الشيخ، ويرتد بخطأ دفاعي قاتل لأحمد علاء يتسبب في هدف التعادل، ده في حد ذاته ممكن يقلب تماما موازين اي مباراه. يعني ايه اللي يقلب موازين مباراه؟ حارس مرمى يفشل في صد كوره تروح داخله هدف، بدل ما الفرقه عايزه تكسب فتاخرت بجول. نفس الكلام، انا فرقه تقدمت بجول، خطا دفاعي تسبب في هدف التعادل. ده نمره واحد، يعني الاخطاء الدفاعيه مش في الكوره دي بس، حتى في الهدف الثاني. انا دلوقتي الهدف الثاني مين ضغط في الهدف الثاني لغايه رجب ما سدد من مسافه بعيده ومفيش بدون اي ضغوط، ده هو واخد الكوره وفاردها قدامه وعامل. فاذا اخطاء دفاعيه. اما اقول الاهلي سجل هدفين، طب دخل مرماه هدفين، يبقى العنصر الاول هو الدفاع. نمره اتنين، ودي مهمه جدا جدا، اهدار الفرص بشكل يفوق اي معادلات عالميه. بس ده بقى العادي بتاع النادي الاهلي، اهدار الكثير من كتير. يعني الفشل التام في ترجمه الهجمات للاهداف. ليه بقى؟ ليه؟ ما هي دي بقى اللي لازم يشتغل عليها الجهاز الفني. انا الفرص بتيجي لمين؟ انا كل مباراه ثلاث كور في القايم وكورتين في العارضه وكوره انفراد بتضيع وكوره عرضيه لو جبت ناشئ صغير يحطها وتضيع الفرص دي. ده في مباريات بتوصل الفرص لتسع مثلا هجمات، لما يستطيع الاهلي مثلا ان هو يترجم واحده بس فيهم لهدف. مظبوط. عشان دي تدرس لازم انا بحط ايه شويه عوامل كده. بيقول لك ايه؟ ان تقريبا المعدل التسجيل الاهداف من الفرص المحققه، ايه الفرص المحققه؟ انفراد، صحيح، ضربه جزاء، كره عرضيه متقشره للاعب، كره عرضيه محطوطه على ضربه راس اللاعب موجود جوه الصندوق بدون رقابه، صحيح، اللي هي الفرص المؤكده. كل ثلاث فرص هدف، يعني فرقه جالها ست فرص محققه ممكن تبقى طالعه بهدفين، الاهلي بيجي له 10 على الاقل، يجيب جول، يبقى النسبه 10%. صحيح. بدل ما تبقى 30-35%، يعني ثلث الفرص بتيجي اهداف. يعني لو احنا قلنا امبارح ثلث باقي الفرص دي، يبقى الاهلي كان يجيب هدفين تاني، كان يبقى الكسبان مستريح. فدي العنصر التاني. العنصر الرابع، ان في ظل وجود التباديل والتوافيق اللي بتحصل ديت، في بعض الانديه بتلعب بتشكيلات ثابته. يعني لما تشوفي بيراميدز مثلا، فريق جديد بيلعب بتشكيل تقريبا ما بيتغيرش فيه لاعب او اتنين. خليني برضو اقول لحضرتك ان ده مثلا كان حال النادي الاهلي السنه اللي فاتت. مظبوط، الثبات على التشكيل. طب ما هو الثبات على التشكيل، وبعدين ما الاهلي خد الدوري قبل ما يخلص. لكن السنه دي بقى اللي بيحصل ايه؟ التوافق والتباديل دي يمكن بسبب الاصابات الكبيره كتير اللي احنا عايشين فيها. فانت بصي، ما فيش مباراتين متتاليتين فيها الروتيشن الطبيعي. اللي انا مثلا ايه، ممكن اريح السوليه النهارده وانزل عاشور، ممكن اريح مثلا عاشور واحط فلان، احط يعني عندي هشام محمد يلعب النهارده، مين يلعب اثنين من ثلاثه. ده مستحيل ان هو يحصل لو كل لاعب، كل مباراه بننزل فيها يطلع لنا لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه مصابين. ما هو ده مستحيل يتحقق ازاي؟ ادي دي نمره ثلاثه. نمره اربعه، خلينا نصورها مع بعض. حتى اللحظه، وده ممكن يتغير مع الانتقالات الشتويه، مع الصفقات الشتويه. صحيح. خلينا نروح كمان للانتقالات الشتويه. طبعا نادي الاهلي لسه الانتقالات الشتويه لحد دلوقتي لسه في مفاوضات، يمكن اخر المفاوضات اللي احنا عارفينها المفاوضات الاهلي مع حسين الشحات، وربما يكون هو الصفقه القادمه للنادي الاهلي. عايزين نتكلم طبعا عن الموضوع ده باستفاضه. ما انا بس قبل ما اقول لك، حتى الان الاهلي ما عندوش المخ. مين المخ؟ اللعيب المعلم بتاع الملعب، اللي هو بيدير الملعب بمخه، اللي هو بتدور حواليه الكوره. مين؟ هل انت تقدر تطلعي دلوقتي؟ طيب. اما كان موجود عبد الله السعيد كان ممكن موجود لعيب زي كده. اما كان زمان ابو تريكه كان ممكن لعيب. صحيح. هو ده اللي بيقوم بالدور ده. صحيح. فقدانك، هو لاعب واحد بس، فقدانك لده يفقد الفريق ثلاث ارباع قوته.
لازم يكون اللعيب ده. هل هو اللعيب المفروض ان ناصر ماهر كان يقوم بالدور ده؟ صحيح. بس صغير لسه، مش اللي هو محتاج المزيد من الخبره. بالظبط، عايز شويه خبرات على ما يبقى هو اللي بيدير اللعب حواليه. ممكن مثلا كان يكون دلوقتي لعيب زي عمرو السوليه، لو هو ما فيش الاصابات اللي كل ما يخش ويبقى هو اللعيب اللي بيدير حواليه اللعب يبتدي يصاب تاني. فانا شايف، ارجع بقى لسؤالك، هو الانتقالات الشتويه، انا شايف الاهلي حصل انه راى بالصدع اللي حصل في العديد من المراكز، ببعض المراكز منهم محمد محمود. انا شايف ان محمد محمود لعيب مميز جدا، لعيب هو اللي في ظل سنه الصغار 20 سنه ممكن مثلا ده بعد سنتين ثلاثه يبقى لعيب مهم جدا بيدور حوالي اللعب، اللعيب اللي هو مفقود في الاهلي زي ما بقول لك. محمد محمود وحيد، محمود وحيد ده لعيب انا دلوقتي عندي ايمن اشرف بستعين بكتير قلب دفاع، ما عنديش قلوب دفاع، فبضطر ان انا استعين بلعيبه من يوم الاطراف احطهم قلب دفاع. فانا دايما بيبقى عندي ديفكت في ظل اصابات علي معلول وظل ان ايمن اشرف بيخش لجوه. اما يجي محمود وحيد كلاعب اصيل في الجبهه ديت ولاعيب تاني حته تانية، هقول لك بقى تاني. محمود وحيد لو تلاحظي ما كانش بيلعب في المقصه بس باك شمال، لا بيلعب في نص الملعب من ناحيه الشمال، يبقى رئه من ناحيه الشمال لفريق الاهلي دي ممكن يستعين بيه حتى في ظل وجود لعيب اصلي زي ايمن اشرف كباك شمال، فدي ممكن تساعد في حته تانية. في لعيبه من اللي ضمهم الاهلي ممكن ينفعوه محليا، زي اللاعب طبعا اللي انضم الجديد اللي هو الصفقه اسمه عمال افتكر في اسمه. هو طبعا لعيب مميز، لكن المشكله ان جيرالدو مش مميز على مش هيلعب افريقيا. صحيح، لكن على المستوى المحلي مع اول اغسطس بالظبط في الدور التمهيدي. لكن اللائحه بتقول ما فيش لعيب يلعب لناديين مختلفين في نفس البطوله، حتى لو كان لعب ماتش واحد زي ما كان لعب كده اللي هو الدور التمهيدي خالص. لكن الاهلي مش مشكلته دلوقتي افريقيه، الاهلي عايز فرقه تلعب محليا. ده لاعب يقدر يسد الثغرات في حتت كتير في النواحي اللي هي اللي تحت راس الحربه او راس الحربه الصريح، في ظل يعني ان ما فيش لعيبه اصحاب مستويات ثابته في المنطقتين دول في النادي الاهلي. صحيح. طيب رمضان صبحي، رمضان صبحي محتاج شويه وقت بقى، انا بقولها من دلوقتي. ليه؟ رمضان صبحي لعيب كبير جدا طبعا. انت لو تلاحظي الحاجات اللي عملها رمضان صبحي من اول ما لعب، هو بدا موسم 2013 2014 وكان عنده 16 سنه وشويه. صحيح. يعني لما لعب للنادي الاهلي لاول مره ما كانش تم 17 سنه حتى. يكفي ان انا اقول لك ان لو قلت الدوري بتاع الموسم ده مين اللي كسبه، قلتي شخصتيه شخصنه البطوله في شخص واحد، انا اقول لك رمضان صبحي. لو تفتكري ماتش بتروجيت اللي هو كان في الدوره الرباعيه النهائيه، عمل ماتش تاريخي قدام الزمالك، الاهلي كسب 1-0. عمل ماتش اكثر تاريخيه امام بتروجيت وهو لسه لعيب عنده ما تمش 17 سنه، وجاب هدفين من اربعه فاز بيهم النادي الاهلي، وطلع الهدفين دول هم هدف منهم هو اللي زاد بيه النادي الاهلي على سموحه بعد ما لعبوا الماتش حقيقي الاخير وفاز بيه بالدوري. رمضان صبحي الموسم التالي عمل موسم تاريخي مع الاهلي، وهو اللي كان له دور في ان النادي الاهلي كان، رغم ان النادي الاهلي كان بيمر باقل منحنياته، لكن قدر ان هو يعني يشارك بشكل جيد في الموسم المحلي رغم خسارته للدوري والكاس. الموسم اللي بعديه فاز مع الاهلي بالدوري وكان له دور كبير في فوز النادي الاهلي بالدوري، عمل موسم كويس جدا، سجل اهداف. وحاجه الناس مش عارفاها، رمضان صبحي مسجل الان انه اكتر لاعب عمل اسيستات او صنع اهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري. تصوري بقى اللي هو موسم 2015 2016، صنع 13 هدف. لا يوجد لاعب، حتى عبد الله السعيد السنه اللي فاتت اللي هو كان واحد من الاسيستس الاسيستنتس اللي عملوا كرات كتيره جدا واهداف كتيره، كان عامل 12 هدف. صحيح. جونيور اجاييه اللي عمل موسم تاريخي مع الاهلي السنه اللي فاتت كان عامل 11 هدف. ده عمل 13. يعني تاريخيا ما فيش لعيب صنع في موسم واحد 13 هدف. ده عمل رمضان صبحي. طب رمضان صبحي بقى اللي قعد سنتين اسير ستوك البدلاء وسنه في هاز فيلد او نص موسم ما كانش بيلعب بشكل اساسي، لعب دقايق معدوده نقدر نعد للعبه في المواسم دي. ما تنتظريش منه انه يخش يندمج، لكن هو كلاعب عنده امكانيات يقدر يرجع، عنده موهبه كبيره جدا. فانا شايف ان رمضان صبحي لازم يلعب كتير. يعني يمكن احنا شفنا تصريح رمضان صبحي على صفحته على تويتر، قال انا راجع مصر
عشان اساعد فريق طفولتي النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، وعشان اقدر كمان اني ارجع مره تانية لمنتخبنا الوطني. هم الهدفين اللي حطوهم فعلا. بس خلي بالك رمضان صبحي لازم يتعمل معاه زي بالحقيقه كامل الاشاده بمحمد يوسف اللي عمله مع احمد الشيخ. تقدري تقولي ان احمد الشيخ من اول ما جه من مصر المقاصه زمان الموسم الاولاني اللي لعبه 2015 2016 اللي ما لعبش فيه ولا مباراه مع الاهلي، ثم راح رجع المقصة تاني تألق وخد هداف الدوري، رجع الاهلي تاني ما لعبش. مين اللي لعبه؟ مين الوحيد اللي حطه بلا هواده حتى وهو وحش؟ محمد يوسف. صحيح، جاب له 3 اجوال وجول في البطوله، يعني جاب له 4 اهداف في الشويه دول. فتحس ان هو اندمج ورجع هو احمد الشيخ بتاع المقصه اللي كان هداف الدوري. فلازم رمضان صبحي، بكرر تاني، يتعامل معاه كده. يعني رمضان صبحي اول ما يلعب وحش نقول بقى لا خلاص اقعد، لا العب يا رمضان يا صبحي، العب والعب والعب، هيكون على 3-4 مباريات ابتدى يخش في الاجواء ويبتدي يبقى رمضان صبحي اللعيب المؤثر. صحيح. حسين الشحات. الشحات ده لعيب مهم جدا جدا. انا شايف ان لدرجه هقول لك هات لو الاهلي جاب حسين الشحات اقفل الترباس خلاص واقفل الباب كفايه. ليه؟ لان في لعيبه هيفيدوا في اماكن معينه، اماكن معينه هي اللي هيفيدوا النادي الاهلي فيه، زي محمد محمود زي ما قلت لك اللعيب اللي هو هيدور اللعب وهيكون كده. محمود وحيد يقدر ينفعني باك شمال، يقدر ينفعني هاف باك شمال. جيرالدو يقدر ينفعني تحت راس الحربه، يقدر ينفعني كراس حربه صريح. حسين الشحات لعيب يكاد يكون ينفع الاهلي في كل مراكز الملعب. حسين الشحات لما كان في المقص لاعب باك يمين ينفع باك يمين. حسين الشحات لما كان في المقص كان بيلعب هاف باك يمين. حسين الشحات في العين بيلعب تحت راس الحربة، ينفع تحت راس الحربة. حسين الشحات كان بيلعب جناح شمال رغم انه اصلا باك يمين، بس بيلعب جناح شمال. يعني خد الملعب بطوله من الدفاع للنص للهجوم، وخد الملعب بعرضه، لعب في الجبهة اليمنى وفي العمود الفقري للملعب اللي هو تحت راس الحربة جوه الملعب زي ما بيلعب مع العين، ولعب بعض الاوقات قبل ما يمشي في المقصة في المكان ده وشمال. فاذا لعيب بيلعب في المحاور الثلاثة الطولية والمحاور الثلاثة العرضية، هو ده اللعيب اللي أنا بقول لك بعد كده الأهلي يتربس ويقول خلاص مش عايزين حد تاني. صحيح. طيب بعيدا عن صفقات النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده لقاء أكيد هام ومرتقب يوم الجمعة اللي جاية قصاد بيراميدز. شايف النادي الأهلي محتاج يحصل فيه إيه أو يعمل إيه قبل اللقاء ده؟ النقطة الإيجابية هو إن في مدير فني جديد. صحيح. ده مش تقليلا من محمد يوسف، ده محمد يوسف قاد الأهلي لبطولة أفريقيا قبل كده. أكيد طبعا. وأنا قلت لك وأشدت بيه. حصل عليها النادي الأهلي يمكن في 2013 كانت بقيادة محمد يوسف. بالظبط. لكن في حاجة اسمها تشوك بيحصل كده للعيبة، اللي هو إيه الصدمة اللي بتحصل للعيبة أما يجي مدير فني جديد. كل اللعيبة بتبقى معاه سواسية. فكل واحد عايز يقتل نفسه عشان ياخد فرصه من جديد. حقيقي. هي دي العنصر الايجابي اللي انا شايفه في مباراه بيراميدز، ان تحت قياده لاسارتي لاول مره هيكون في مدير فني جديد، كل اللعيبه اللي هتلعب عايزه تموت نفسها عشان تحجز نفسها مكان في الوقت اللي بعد كل بقيه الموسم بقى والمواسم الجايه، لان لاسارتي برضو لو اما يكمل مع الاهلي هيكون في لعيبه خلاص حطوهم في دماغه ان هم ده العمود الفقري بتاعي اللي انا ببدل عليه بعض اللعيبه او بعمل الروتيشن الطبيعي اللي بيتعمل في اي حته في العالم، لاعب او اتنين كل ماتش على حد اقصى، لكن اللي هيثبت وجوده وهيبقى موجود هو ده اللعيب اللي هيكمل مع النادي الاهلي بعد كده. فانا بعتقد ان دي نقطه ايجابيه جدا، تولي مدير فني جديد مع اول لقاء هيقابله النادي الاهلي اللي هو لقاء بيراميدز اللي هو لقاء مع المنافس المباشر. خدي بالك. صحيح. اي مباراه في 4 مباريات مع النادي للنادي الاهلي مع المنافس المباشر. رايح جاي مع بيراميدز ورايح جاي مع الزمالك، الاربع مباريات دول من وجهه نظري هيكون لهم دور كبير جدا في تحديد شكل المنافسه على اللقب. طيب نروح لدوري ابطال افريقيا والقرعه اللي كانت يوم الجمعه اللي فاتت اللي اسفرت عن وقوع النادي الاهلي مع فيتا كلوب وسيمبا وكمان نادي شبيبه الثوره. شايف القرعه دي وقع المجموعه بتاعت النادي الاهلي عامله ازاي؟ شوفي هنقول بصراحه بموازين القوه دايما اما نتكلم بعنصرين، موازين القوه كاسماء انديه وموازين القوه الحقيقيه على ارض الواقع. يعني ايه على ارض الواقع؟ يعني مثلا نادي كوتوكو الغاني
بيلعب دلوقتي في على فكره في الكونفدراليه موجود وتاهل هيلعب في في, في الكونفدراليه. هل كوتوكو ده انا اسميه باسمه لما كان كوتوكو وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا 5 مرات متتاليه، الفريق اللي فاز باللقب سنه 70، الفريق اللي بعد كده يعني عمل انجازات كويسه جدا ونجح في انه يكون دايما بعبع للانديه المصريه لما كان بيلعب مع الاسماعيلي زمان او مع النادي الاهلي بعد كده في فتره الثمانينات. لا انا بقيس على المستوى الحقيقي دلوقتي، بالقياس للمستوى الحقيقي بمنتهى الامانه مجموعه الاهلي في المتناول تماما، تعتبر مجموعه سهله. سيمبا فريق ملوش اي تاريخ افريقي، افضل نتيجه عملها انه وصل للنهائي الكاف كاب اللي هو كاس الاتحاد الافريقي سابقا قبل ما تدود بنج مع كاس الكؤوس وتبقى كاس الكونفدراليه واتعملت بطوله واحده. وصل لنهائي الكاف كاب في عام 93، عدا ذلك ملوش اي تاريخ في افريقيا خالص، لا وصل لادوار متقدمه ولا عمل اي شيء. فريق هو يعتبر انجازاته كلها في بلده مع يانج افريكانز، هم الاهلي والزمالك بتوع تنزانيا. صحيح. بس طبعا يانج افريكانز اعلى منه، يعني الدوري مثلا خد يانج افريكانز الدوري 27 مره بينما سيمبا خده 19 مره بس، هم الاثنين الكبار. فده سيمبا. شبيبة الثوره اول مره يشترك في بطولات افريقيا، ليس له اي تاريخ خبرات. عارفه السجل النادي ده تفتح الدولاب كده بتاعه ما تلاقيش ولا كاس. حتى الدرجه الثانيه اللي كان بيلعب فيها ممكن في انديه تلاقي في مسيرته او الكؤوس اللي خدها خد بطوله الدرجه الثانيه، لما صعد للممتاز كان تاني الدرجه الثانيه، ما خدش حتى بطوله الدرجه الثانيه في الجزائر. فما عندوش اي كاس، ما عندوش اي لقب، لا دوري ولا كاس ولا اي حاجه. فجاه خد وصيف بطل الدوري الجزائري، ودي الطفره اللي عملها. صحيح. اما خد وصيف البطل ده اداله مقعد في دوري الابطال، فطبعا فريق بلا مقومات. فريق بس اكيد حتى لو بلا مقاومات ده يخلينا برضو نبص له، يعني فريق صاعد من دوري المظالم زي عندنا كده لفجاه بقى وصيف في الدوري الممتاز عندهم. ف بالظبط ما هي دي النقطه اللي انا عايز اقول لك عليها. ما هو ده زي جيما اباجيفار، ما هو برضو كان في الدرجه الثانيه صعد وراح واخد الدوري الثاني سنه. صحيح. وهو لاعب النادي الاهلي، شفنا كان منافس قوي للنادي الاهلي. هو هناك بس كان منافس قوي، هنا ما كانش. ما كانش وحصل ايه؟ انت هترجعينا تاني، كام فرصه عدت يوم؟ هنا 9. تسع فرص. تسع فرص. برافو عليك انك عدت يوم. بمقومات المعايير العالميه، لما نقول من 30 ل 35% من الفرص، يعني الثلث. يعني كان التسعه دول يجيب منهم 3 اهداف واثنين يبقى 5-0 خلاص خلصت المباراه. المفروض. لكن هي دي واحده من المشاكل. فنتكلم على شبيبه الثوره، قوته في انه فريق من شمال افريقيا، ما دايما فرق شمال افريقيا حتى لو ما عندهاش تاريخ بيبقى ايه؟ منافس قوي. وعندها طموح. فيتا بقى هو من وجهه نظري المنافس الاول في المجموعه لهذه البطوله. فيتا وصل لنهائي الكاس الكونفدراليه السنه اللي فاتت. صحيح. فيتا سبق له قبل كده فاز بدوري الابطال سنه 73 ايام ما كانت بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. فريق يعني عنده تاريخ وموجود في الفتره. يا دكتور لما بنيجي نرجع كده للسبعينات والثمانينات بحس ان احنا بنتكلم عن فريق تاني اخر، يعني خالص يعني بالظبط فريق اخر، يعني حتى لو كان عنده 20 لقب في السبعينات مش هتفيده دلوقتي في اي حاجه. انا معاك. زي كانو نياويندي، لو جالي كانو نياويندي دلوقتي، هو كانو نياويندي بتاع الثمانينات اللي خد اللقب 3 مرات، لو جالي فريق زي مثلا هافيا كوناكري الغيني ما عدناش بنسمع عنه، ما كان واخد البطوله، اول فريق احتفظ بكاس مدى الحياة على مستوى دوري أبطال أفريقيا أما خدها 73 و75 و77. ده لو جه دلوقتي هيبقى هو؟ لا ده حاجة تانية. فإحنا بنتكلم عشان كده بنتكلم على المستويات الحالية. لما بكلمك على المستويات الحالية سيمبا مش منافس قوي بمنتهى الأمان، وشبيبة الثورة مش منافس قوي، صحيح وصيف البطل الدوري الجزائري لكن مش هو اللي عنده خبرات النادي الأهلي. ليه قلت فيتا رغم إن فيتا خد اللقب في السبعينات، اللقب الوحيد بتاعه ده خده في السبعينات، لكن ليه قلت فيتا؟ لأن فيتا في السنوات الأخيرة لغاية من كام أسبوع كان موجود في نهائي الكونفدرالية، يعني الفريق كان موجود لغاية كام يوم فاتوا في الكونفدرالية، عشان كده بقول لك فيتا هو المنافس المباشر، والطبيعي إن الأهلي وفيتا هم اللي يصعدوا من المجموعة الرابعة. شايف ان النادي الاهلي وهو وفيتا كلاب هما يعني اقرب الاقرب للصعود. طيب نروح بقى لملف اخر، استضافه مصر للامم الافريقيه كان 2019، شايف ده ازاي؟ شايفها بعينين، عين حلوه وعين مش قوي. ازاي بقى؟ مش هقول وحشه يعني. العين الحلوه اللي انا شايف ان استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية فرصة إن ترجع لمصر حاجات كتير قوي مفتقدينها. هل نستطيع؟ نقدر. كنظري
الملاعب اللي موجوده ديت في ملاعب كتير منها اصلا بقت متاحف دلوقتي، يعني اما اقول استاد القاهره واحد من الملاعب واحنا بنلعب فيه. استاد القاهره اللي كل اسبوعين خلاص ناقص اسبوع وبعد كده نرجع، لا اصل احنا هنشيل النجيله كلها وطلع فيها مشاكل. بالظبط. ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو بقى متحف، يعني عايزين. انا مره رحت لاستاد القاهره حسيت ياه انا بزور كده مكان كده زي ما تروح مثلا برج ايفل في فرنسا، بتزوري متحف كده وبتاع. يعني بقى التراب على الكراسي وبقى متحف. فاحنا لو ظبطنا استاد القاهره ما احنا ما بنلعبش عليه، هنرجع استاد القاهره، هنرجع استاد الكليه الحربيه، هنرجع استاد الدفاع الجوي لان هم يبقوا ملاعب بتقام عليها المباريات باستمرار، هنرجع استاد بورسعيد، هنرجع استاد اسكندريه انه بقى يستضيف المباريات الكبيره، مش كل مباراه كبيره اروح حاططها في برج العرب، لا استاد اسكندريه ده اللي هو في وسط اسكندريه، استاد التحفه المعماريه الجميله، اول ملعب استضاف دوره البحر المتوسط اللي استضافتها مصر سنه 55. كل الكلام ده نشوفه من جديد، ادي العين الحلوه اللي هي تشوف اننا منظمين. في نفس الوقت برضو باجي هنا اطلع واقول مثلا الاسماعيلي طلب ان هو يغير مكان المباراه بتاعته، مفيش، مش هينفع، عندنا مشاكل، مش قادرين. هي دي. طب ازاي بقى؟ النقطة بقى العين اللي مش حلوة بقى. إن أنا عمال أقول إيه، الجمهور يحضر هنا ولا ما يحضرش؟ النهاردة طالع لسه من دقايق قرار بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور. صحيح. طيب لازم نرجع الجمهور. خليني بس أقول الخبر، للأسف هو عجل بس سيء جدا، غياب أحمد فتحي لمدة 6 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الأمامية. تخيلي شهرين وبعد 6 أسابيع تاني. يعني احمد فتحي قوه هائله، مزق، يعني الاصابه دي اتشخصت ان هي مزق في العضله الاماميه. طب نتكلم على 6 شهرين وبعدين شهر ونص كمان، ده يا ريت يكونوا شهر ونص، مفيش اصابه عندنا. اتقال عليها 6 أسابيع وفعلا كانت 6 أسابيع، لا ده 6 أسابيع تروح ماده اللي بتبقى مثلا 10 أسابيع، بقوا شهرين ونص، وشهرين يبقوا 4 شهور ونص، يعني نص موسم او موسم كامل. فطبعا للاسف الشديد اللي بنقول عليه دلوقتي اهو بيتحقق قدامنا للاسف. يعني انا اسفه جدا على الخبر اللي بنكدت بيه على الناس ده. لا احمد فتحي قيمه كبيره جدا. طبعا طبعا قيمه كبيره، من اهم الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي. دكتور طارق الادور بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا اكيد في كلام في الميديا. الله يخليكم، متشكرين، وشكرا لكل الساده المشاهدين اللي استحملونا الشويه دول. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، اشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.